اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ومصر جميله الاثنين 2 سبتمبر. زي ما عودنا حضراتكم عندنا عدد من الاخبار الخفيفه السريعه، وبيكون عندنا فقرتين في البرنامج بعد الاخبار مباشره. هنبدا بالاخبار، وبعدين في اخر الاخبار هقول لكم ايه هي او ايه هي الفقرات الموجوده عندنا. اول خبر عندنا النهارده انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. يستعد مطار العلمين الدولي لانطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لعام 2024 في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، أحد المدن السياحية الواعدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن يشارك في المعرض أكثر من 100 دولة ويزيد عن 300 شركة وجهات من أكبر شركات مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع عن مختلف أنحاء العالم. قال اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا أن المحافظة استقبلت وفدا سياحيا متعدد الجنسيات، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة أثار بني حسن وتل العمرنة وتون الجبل، وذلك تزامنا مع بدء الموسم السياحي، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع العاملين في القطاع السياحي مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم، وضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والتنفيذية في أعلى درجات الاستعداد لتقديم تجربة متميزة للزوار. والخبر الثالث، مجدي يعقوب يوجه رسالة قصيرة إلى الشعب المصري لدعم مبادرة بداية. وجه البروفيسور وجراح القلب الدكتور مجدي يعقوب رسالة قصيرة إلى الشعب المصري، معبرا عن ثقته في تأثير المبادرة الجديدة للتنمية البشرية والتي تنطلق رسميا خلال الأيام المقبلة. وأكد الدكتور مجدي يعقوب عن ثقته أن رعاية السيد الرئيس والحكومة لهذا المشروع واهتمامها بالصحة والتعليم والتدريب والثقافة والبحث العلمي ستكون الوسيلة لرقي وتقدم مصر والمصريين. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي سجله الدكتور مجدي يعقوب. دي رسالة قصيرة من مواطن مصري إلى الشعب المصري. إن حضارة وتقدم الشعوب تعتمد اعتمادا كاملا على ثقافة الشعب، وهذه الثقافة يلزمها رعاية شاملة من الحكومة ومن بقية الشعب، وهذه الرعاية تلتزم بالصحة، التعليم، التدريب والبحث العلمي. وأنا متأكد تماما أن المشروع الجديد سيكون لها مفعول عظيم جدا في هذا الموضوع، وحفظ الحضارة المصرية وتقدمها، الحضارة اللي معروفة من أيام القدماء المصريين. كمان هتقدم خدمة جليلة للمجتمع المصري. وشكرا. بداية، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. رسالة من أجمل الرسائل. الجميل في الموضوع أن الشخصيات العامة القوية المؤثرة محليا وإقليميا وعالميا بيشاركوا في كل الفعاليات اللي ممكن الدولة بتعملها، والحقيقة لما بيكونوا عندهم قناعة بأن الدولة بتعمل مشروع جديد، مشروع قوي، مبادرة جديدة، ما بيقلوش جهدا أنهم يكونوا داعمين لهذه المبادرة. وقيمة عظيمة زي الدكتور مجدي يعقوب الحقيقة كان حريص أنه هو يطلع ويقول رأيه في هذه المبادرة ويدعو للالتفاف حول هذه المبادرة العظيمة، مبادرة البداية للتنمية البشرية. عفوا،
دي كانت أهم الأخبار الموجودة عندنا النهاردة. بعد الفاصل مباشرة هيكون لنا فقرتين. الفقرة الأولى الحقيقة اللي عاوز أتكلم فيها عن مهرجان المسرح، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31، كانت البداية كان يوم الأحد امبارح، ويمكن النهاردة هنتكلم عن تفاصيله ونشوف حصل فيه إيه وإيه أهمية وقوة المسرح، مين رئيسه، إيه فعالياته، ده هنعرفه بعد الفاصل مباشرة. والفقرة الثانية الحقيقة هتكون عن قيمة عظيمة من القيم اللي بتؤكد إن مصر ما بتنساش أي زعيم وطني، ما بتنساش أي حد قدم خدمة لبلده وساهم بشكل أو بآخر بأنه يحمي أمن القوم لهذا البلد ويكون مدافع عنها. النهاردة نتكلم عن مصطفى كامل تحديدا. في ناس كتير يسمعوا عن اسم مصطفى كامل لكن ما يعرفوش الحقيقة هو مين وإيه اللي عمله وإيه اللي خلانا بعد أكتر من 200 سنة دايما نفتكر هذا البطل. وكل أبطالنا الحقيقة مش مصطفى كامل بس، كل الوطنيين اللي بيدعموا هذا البلد ومسيرته وحريته وقوته ومسيرة التنمية اللي هو بيسعى ليها بكل قوة، الحقيقة احنا بننساهنش أبدا سواء كانوا أحياء أو شهداء. بعد الفاصل مباشرة هنلتقي بالفقرة الأولى عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وبعدين فقرة مصطفى كامل. أرجوكم ابقوا معنا. أول فعالية من أقوى الفعاليات الحقيقة الموجودة في عالم المسرح، المسرح التجريبي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دوراته 31، الحقيقة كان امبارح الافتتاح وكان حضور زخم جدا، وكان الحقيقة مليء بالقيم الجميلة المحترمة اللي بتهتم بدنيا المسرح أبو الفنون. تعالوا مع بعض نعرف المسرح ده أهميته إيه، المسرح التجريبي تحديدا، وليه عملوا له مهرجان، والمهرجان ده اللي عليه إقبال بالقوة الشديدة دي ليه، من خلال لقائنا مع ضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية والأديبة والناقدة الفنية الكبيرة الأستاذة باكي نعم أطامش. أهلا بك معك. أهلا يا أهلا بك يا فن، عليك من نور الدنيا. ربنا يخليك. مشهورة في الوسط الفني بوجه عام باسم باكي. صح كده؟ فعلا لهم يقولوك يا باكي. صحيح. أهلا بك يا فن. أهلا بك. كلميني عن مهرجان المسرح التجريبي، كان برعاية الوزير أحمد هنو وكان بحضور زخم كبير، كلميني عن الحالة دي. شفت الافتتاح. أنا كان لي شرف أن أنا أكون بغطي لمجلتي السابقة يعني كواكب الدورة الأولى للمهرجان التجريبي. أول دورة. أول دورة. 88. من 31 سنة؟ ده قريب يعني. إن شاء الله. 31 سنة. وساعتها كلنا كنا مندهشين جدا. ما نعرفش حاجة اسمها تجريبي يعني إيه. يعني مش فاهمين. الوزير السابق يعني ربنا يمدلنا في عمره الفنان فاروق حسني قال لنا ساعتها انه هتشوفوا فرق كبير، وخلال كام سنه الناس هتبتدي تتعود على شكل مختلف من المسرح. المسرح زي ما حضرتك ذكرت ابو الفنون. والمسرح هو الواجهه الجاده الجميله المحترمه جدا لكل انواع الفنون. يعني تلاقي الناس بتوع المسرح حتى يعني شكلهم مختلف، تعاملهم مختلف، ادائهم مختلف، حاجات كتير قوي فيهم مختلفه. لما اجي النهارده اقول الدوره 31 من دوره 1 لدوره 31 ايه اللي حصل؟ فعلا الجمهور ابتدى يتعود على كلمه التجريب. التجريب في المسرح مش حاجه قديمة قوي، بس كمان مش حاجة جديدة قوي، ما هيش معاصرة يعني. يعني بيتر بروك وستانسلافسكي ومجموعة كبيرة من المسرحيين الكبار لما ابتدوا يتكلموا عن كسر النمط التقليدي للمسرح اللي هو كان محطوط من أيام أرسطو، اللي هو بيقول لك ان في هناك ثلاث ابعاد للمسرح، الزمن والمكان والموضوع، وبعديها اعتبر ان الجمهور جدار وهمي مش موجود يعني. لكن التجريبي جه قال لك لا، لازم الجمهور يبقى هو الضلع الرابع لهذه الاضلاع الثلاثه. لازم يبقى في تفاعل بين ممثل المسرح وبين الجمهور وهو قاعد في الصاله. التفاعل ده يبقى من خلال مشاركه الجمهور في العرض، من خلال ان الممثلين ينزلوا، من خلال انه الموضوع يبقى بيمس الناس دي وبيعلقوا عليه باي طريقه إن كانت. لازم الجمهور يبقى مشارك في الموضوع ده. وابتدى يخرجوا بره اطار النصوص الكلاسيكيه القديمه اللي بتعتمد على الحوار بس، او اكتر اعتمادها على الحوار. دخلت لغه الجسد.
الموسيقى، الرقص الايقاعي، الحركات دخلت حاجات كتير قوي قوي جوه المسرح ده، غيرت الشكل بتاعه. فاعتقد ان احنا اتعرفنا على شكل مختلف تماما للمسرح من خلال التجربة. التجريب دايما بيكون مرتبط بان في حد بيجرب، يعني الاول مرة. عشان كده بيعتمد على الشباب، ولا ممكن الكبار كمان يجربوا؟ لا 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 هنا هنا التجريب مش بالمعنى اللي انت بتقوله. هنا التجريب بمعنى التجربة الفنية. اي عمل فني هو تجربة. صح صح. اللي داخل فيلم بيجرب، اللي داخل مسلسل بيجرب، اللي داخل مسرحية برضه هي تجربة. تقبل النجاح والفشل، تقبل الصح والخطأ، تقبل حاجات كتير جدا. فأي عمل فني أنا بطلق عليه تجربة. فهي كانت تجريب هنا مش معناه إنه للشباب بس، لا، كان كل الأعمار وكل الناس مشاركة فيه، وكان فيه مخرجين كبار حتى في العالم العربي قدموا أعمال من خلال مهرجان المسرح التجريبي على مدار السنوات، كلهم كبار سن، بس طبعا الشباب بيطفي روح أكثر تجددا. إيه اللي في التجريبي أقدر أقدمه ما أقدموش في المسرح العادي؟ يعني إيه المشكلة إن أنا ممكن أخاطر وأجرب في المسرح العادي؟ النص. النص طبعا. النصوص اولا هي ممكن جدا يطلع عمل تجريب ما فيهوش نص خالص. خالص ما فيهوش نص خالص. في مسرحيه دخلناها مره زمان في المسرح القومي، الناس هتضحك وهتقول ايه الهبل ده، بس هو مش هبل يعني. كان اسمها تجربه في الصمت. كان ثلاثه دهنين وشهم زي المهرجين كلاونز كده، وقاعدين هم الثلاثه متربعين على المسرح ما بيعملوش اي حاجه، بيبصوا للناس بس، بيلعبوا على الترقب، فاستفزوهم منتظرين. الناس تكلمهم ما يردش عليهم، يخبطوهم باي حاجه، ما فيش اي رياكشن خالص. كانت المده قد ايه؟ كانت مش فاكره قوي، بس اعتقد كتبا ربع ساعه مثلا. ربع ساعه تقريبا. المسرحيه دي كان اسمها تجربه في الصمت، وكانت في القاعه الصغيره بتاعه المسرح القومي. انا فاكره كويس قوي. فقلنا لهم ايه ده يعني؟ طب عملتوا ايه؟ قالوا ولا حاجه، بنستفز الناس، بنخلي الجمهور يعبر عن غضبه واستفزازه مننا. فلو انت غضبان من اي حاجه انت عبرت عنها وانت جوه العرض، خلاص شكرا، مش هتعبر عليها بره بقى. فكره حلوه جدا. فكره جدا طبعا. حلوه جدا. في عرض تاني كان فرنسي، كان ما فيش فيه ممثلين خالص، بس في جهاز زي البروجيكتور كده. في ذلك الوقت كان الجهاز ده حاجه جديده جدا يعني، كان طفره يعني، وده بيطلع اضاءه معينه بترسم شكل ممثلين على خشب المسرح، وبيمثلوا وبيعملوا عرض مسرحي وما فيش اي حد خالص. فكلنا طبعا بقينا بها ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ يعني الحاجات دي مش عندنا، ايه ده؟ في ايه؟ كان برضو عرض رائع جدا العرض ده. في بروشور للعرض، للعروض السنه دي، انت اطلعتوا على ايه اللي ممكن يتقدم السنه دي؟ ايه الموضوعات؟ طبعا في دول كتير قوي مشاركه السنه دي، بس احنا دايما بنبقى رايحين في اتجاه الدول العربيه. يعني نحب نتفرج على العروض بتاعتها. في مسرح متميز جدا جدا في تونس، في المغرب، في العراق، في الكويت. واعتقد انه احنا طبعا يعني اللي عملنا بعد المعهد العالي للفنون المسرحيه في الكويت يعني. ففي حاجات عروض بتبقى مميزه جدا، خصوصا العروض التونسيه. في عرض اتعرض هنا في سنه من السنين، ممثلون وصلوا ليله الختام. خلاص مصر المهرجان خلص. خلاص كده في الختام هيجي يعملوا ايه؟ فاضل والمسرح، المسرحيه فيها ثلاث بنات بيمثلوا. تاني يوم كانت النتائج، هم اللي خدوا احسن ممثله. الله اكبر ما شاء الله. حاجه رهيبه. ايه القيمه الجميله دي؟ خليني اسالك على لجنه التحكيم. اسالك على انهم ازاي بيكونوا حريصين على اختيار العناصر الفنيه وتقييم كل عنصر فني على حده، ما بين كتابه، ما بين ديكور، ما بين اضاءه، ما بين اداء ممثلين. كلميني عن لجان التحكيم. شوف، هو لجان التحكيم دي عمليه صعبه جدا.
لان اللي حضرتك بتقوله ده الفصل ده ما بين الاشياء بيبقى صعب قوي على المحكم. ليه؟ لان انا بشوف العمل الفني ككل، فبحس ان كله بيكمل بعضه. يعني الاضاءه دخلت هنا عشان هي بتخدم حاجه معينه، المزيكا اتحطت هنا عشان بتخدم حاجه معينه، فعشان افصلها واسمعها لوحدها او اشوف الاضاءه دي يعني خارج الاطار بتاع العمل، هي بتبقى عمليه صعبه. بس اعتقد ان اللي بيتم اختيارهم للجان التحكيم في المهرجان التجريبي بالذات بيبقوا ناس على مستوى عالي جدا 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 من الثقافه المسرحيه. لازم يعني لازم يكون. كلميني عن دكتور سامح مهران رئيس المهرجان، كلميني عن حضور الوزير امبارح احمد هنا. شوف المهرجانات الفنية البعض يتهمها بأنها رفاهية لا طائل من وراها، وإنه يا عم اللي انتوا بتعملوه على المهرجانات الفنية دي اصرفوه على الناس، اصرفوه على حاجة تانية. ده كلام على فكرة اللي بيقولوا مش فاهم حاجة خالص، لأن الفن عندنا احنا في منطقتنا العربية هنا في بتاع ما هوش رفاهية، هو وسيلة من وسائل التوعية والتثقيف للشعب الذي لا يجد وسيلة للثقافة إلا عن طريق الفن. هو لا يعني احنا خلينا نعترف عندنا نسبة أمية، وعندنا حتى الشباب الجداد اللي حتى بيتخرجوا من الجامعة أحيانا بتلاقيهم ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني معلش مع احترامي. لا مش قوي كده، مش هنعمم، ولكن الحقيقة أنا عاوز أقول أو أكد كلامك إن فعلا الدراما بوجه عام سواء كانت مسرح طبعاً أو سينما أو مسلسلات، سواء كانت مرئية أو إذاعية، الحقيقة الدراما أقوى أداة وسيلة اتصال طبعاً مؤثرة. طبعا لأن أنا بشوف الموقف، مجرد وجود دول أجنبية ودول عربية أخرى معانا في المهرجان ده، ده مش بيدلل أكثر وأكثر على مدى الحمد لله رب العالمين، ويعني نشكر طبعا قيادتنا وجيشنا على ده، إن احنا عايشين في أمان، وإن البلد دي فعلا إن شاء الله ربنا حميها وجيشها حميها وقائدها حميها وشرطتها حميها، مفيش مشاكل عندنا، مشاكل اللي بتعاني منها دول أخرى كثيرة. لو كنا احنا زي الدول التانية دي كان زماننا بقينا زيهم بعد الشر، يعني في الناس في الشوارع. طبعا ده الحمد لله هذا لا يحدث، هذا لا يحدث مصر. اسمها دورة الدكتور علاء عبد العزيز. علاء عبد العزيز صح ده النهارده، عن المره دي الدوره دي عن دوره الدكتور علاء عبد العزيز. طب ممكن نشوف جزء من الندوه ونرجع نتكلم مع الدكتور علاء عبد العزيز بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. شفنا جزء من الندوه، ويمكن انا عاوز اسال برضو السؤال، ليه اطلقت على هذه الدوره دوره الدكتور علاء عبد العزيز؟ لانه من المسرحيين الكبار جدا المتميزين جدا، كان لابد من الاحتفاء بهم. على فكرة لما بيطلق اسم أحد الرواد أو أحد المسرحيين الكبار على دورة من الدورات، ده يعتبر تكريم كبير جدا له، وهو يستحق هذا التكريم، لأنه في وسط زخم شديد من أشكال مختلفة من السينما والتلفزيون والأغاني وما أعرفش إيه ظهرت في الفترة الأخيرة، ظل المسرح بيد هؤلاء الأساتذة الكبار، محتفظ بشخصيته ومحتفظ بجديته. مش جديته يعني معنى كده إن هو مسرح نكد، يعني مش كوميدي، حتى الكوميدي هو برضه مسرح بجد. يعني دولت الدكتور علي عبد العزيز وامثاله، والدكتور سامح مهران طبعا، والدكتور فوزي فهمي من قبلهم، الدكتور هدى وصفي، في اسماء كتير يعني تستحق فعلا انها تكون في كل الدورات موجوده، حد منهم لازم يكون موجود. انا سعيد جدا بوجود قيمه جميله محترمه ومخضرمه زيك، وبعين راصده الحقيقه لكل كل الاحداث اللي بتحصل. يمكن على مستوى المسرح التجريبي مثلا 31 سنه
وبالتاكيد انت شفتي فرق كبير قوي بين اول دوره وبين اخر دوره، ومعاناه التعامل والتنظيم والشخصيات كل رئيس. على فكره على فكره ما بتحسش بالكلام ده خالص ولا الضيوف نفسهم بيحسوا خالص، بالعكس يعني اذا كان في خلل بيحصل وده طبيعي لازم يحصل كمان الواحد في اي مهرجان في الدنيا المفروض ان ما يوصلش بره الاوضه اللي قاعد فيها المسؤولين عن المهرجان الاداره، بس الاداره ما يوصلش بره. في التجربه على فكره عمري ما حسيت بالحكايه دي، بالعكس انا حسيت انهم كلهم مبسوطين انهم عايزين يجوا ونفسهم يجوا السنه الجايه والسنه اللي بعديها واللي بعديها، يعني هم اتبسطوا. هي مصر بالنسبة للعالم كله يا جماعة مصر مصر، بس مش هقول أكتر من كده، كفاية إن احنا نقول كلمة هنقول مصر الجميلة. مصر الجميلة ده برنامجنا، لكن تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك جدا الكاتبة الصحفية الجميلة الناقدة الفنية الأستاذة بكينام أطامش، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله يا رب العالمين عشان نعرف بقى المهرجان في آخره حصل فيه إيه. ماشي، تحياتي مرة تانية يا أستاذة بكينام، وأنا بشكرك عن ما قلناه عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31. شكرا مشاهدينا، كان أول فقرة عندنا النهاردة. بعد الفاصل لنا لقاء وطني صرف عن الزعيم الراحل مصطفى كامل.